كان بيمثل رجل دولة ورجل أمن. صمام الأمان للبلد، يعني هو كان يربط الجميع. قتلوه وخافوه، يعني خايفين منه هو بقبره. يعني بعدنا عايشين مثل ما بيقولوا عاشورة من وقت اللي مات. فرقونا بموت الشهيد. أخسرنا كل الدنيا. الله يرحم التراب اللي لمه. بكيتيني هلا. يعني اليد القابضة على الحق. الله يرحمه واللي خلف ما مات. المناصفه بين المسيحيين والمسلمين هي القاعدة رقم واحد بالمشروع الوطني والمؤسسات للشهيد رفيق الحريري، الرجل يلي أعاد حياكة نسيج المجتمع اللبناني بخيوط المودة والشراكة والانتماء، ولم يخصص طائفة معينة أو مذهب أو تيار، بل ناضل باسم العيش المشترك وباسم الاعتدال. الرئيس الشهيد رفيق الحريري لو كان موجود اليوم لكان رفع شعار الاعتدال والحوار وعدم تشويه الإسلام وعدم تشويه صيغة العيش المشترك، كان أوجد حلول ربما. هؤلاء ليسوا من المسلمين وهؤلاء خارج الإسلام. كان دائما نظروا على لبنان، على هذا الوطن النموذج، على هذا المختبر البشري والإنساني اللي جميع المخلصين العرب وجميع العارفين الأجانب قالوا أنه هذا البلد لابد أن يكون نموذج لغيره. لن نقبل أن يأتي أيا كان مهما يشأ ويتلاعب بصيغة العيش المشترك في لبنان وفي العاصمة في على وجه الخصوص. المشترك القائم على شراكة الاعتدال الديني والسياسي هي من المسلمات في مشروع الشهيد، والتاريخ بيشهد على أنه كان أول من رفض أي غطاء لأي مجموعة متطرفة. كان أول مسؤول عربي ومسلم أدان اعتداءات 11 أيلول، وهؤلاء أذوا المسلمين وأذوا العرب إذية كبرى ما زلنا ندفع ثمنها حتى الآن منذ 11 من أيلول وحتى يومنا هذا. إجا في الزمن الصعب وأنجز في مدى قصير لا يتجاوز 12 سنة ما لا يمكن لأحد غيره أن ينجزه.
الاعتدال يلي بناه الشهيد الحريري بين لبنان والدول العربية وبين الشرق والغرب من أجل إيصال الصورة الحقيقية عن الإسلام وعن التعايش المشترك في لبنان لا يزال قائم رغم محاولات المنظمات المتطرفة على هدمه، ولكن ما بني على حق وعلى أسس صحيحة رح يصمد ويهزم كل أيد الحقد. طبعا أن الرئيس سعد الحريري يقدم اليوم النموذج المطلوب، مطلوب أنه ما حدا يستقوي على الآخر باسم أي اعتبار كان، إزيك يسلم لبنان، إزيك يكون نموذج لغيره. هذا اللي كان يؤمن فيه الرئيس الشهيد، هو هذا الإيمان اللي حمله إلى الخارج إقليميا ودوليا، هو اللي قنع فيه قيادات الغرب. نحن أمة ضاربة في التاريخ، لنا تاريخ عريق، لنا تراث يعود لسنوات وسنوات. فكر الشهيد الحريري ومواقف الحازم ضد محاولات الإخلال بالأمن وزعزعة الاستقرار في لبنان وتشويه صورة كافة الديانات السماوية المعتدلة لا زالت مخرز بعيون المتطرفين الساعين إلى نشر التضليل والحقد، وسيبقى الشهيد رمز من رموز الاعتدال. الإرث اللي تركه، الرسالة اللي تركتها، هيدي محفورة في ضمائر، أنا محفورة في ضميري وفي ضمائر جميع المخلصين لهذا البلد ولقيمته ولحسن الوفاء للأصول ولحسن حمايته ودرء الأخطار عنه. آمنا بالله من مختلف الطوائف والمذاهب، وإيماننا بالله سبحانه وتعالى سيبقى دائما رائدنا من أجل التقدم والرقي. لا بد من التأكيد على أن العرب والمسلمون يشجبون الإرهاب، والإرهاب عمل إجرامي يتبرأ منه المسلمون، لأنه لا علاقة للإسلام بهذه الأعمال، وإن كان القائمين بها يرددون شهادة لا إله إلا الله.